واي حاجه عايز تتكلم فيها بعد الكوره. اتفقنا؟ ما احنا اتكلمنا كوره. لا لا لسه، ما هو عايز اسالك على موسيماني النهارده. هو طبعا موسيماني النهارده في اول اختبار ليه امام فريق يعتبر قوي، فريق بص عنده لعيبه مميزه، والصعوبات اللي قابلها في طرد عمرو السليه، اصابه كهربا، ضياع ضربه جزاء في الشوط الاول. بص انا ما اقدرش احكم على موسيماني بسبب النادي الاهلي بيلعب ناقص. طب ما هو كابتن لاعب ناقص، النادي الاهلي اطرد منه لعيب واصيب منه لاعب هو كان حاطه من بدايه المباراه وهو كهربا. و بالرغم من كده النادي الاهلي بدا الشوط الثاني بشكل كويس قوي. الشوط الثاني قفشه حط واحده في العارضه وكان فيها هجمات على بيراميدز، لكن برضو اتأثر النادي الأهلي بالطرد، وكان في خطورة في نهاية المباراة على النادي الأهلي من خلال دودي الجباس لما نزل. دودي على فكرة من اللعيبة الكويسة اللي بتنزل، عامل زي وليد سليمان في الأهلي، هو بياخد 10 دقايق دايما، عامل زي وليد بس بيعمل في يعني 10 دقايق، يا إما يجيب جول يا إما يحط واحدة جنب العارضة زي ما عمل النهاردة، يا إما إنما هي المباراة تعادل في النهاية. لا فادت بيراميدز ولا أضرت بالنادي الأهلي. وهي طبعا الإصابات بقى، يعني أنا عايز أقول كهربا وقع لوحده وأصيب. طب يعني القصة دي بتفسرها إزاي؟ قصة الإصابات في النادي الأهلي لازم الناس المسؤولة في النادي الأهلي لازم يبقى فيه وقفة مع الإصابات. في الإصابات نفسها بتحدث ليه؟ لازم يبقى في قياسات، لازم يبقى في ضغطة المباراة. لا ما هو يعني ما ضغطة المباراة كلها، ما انت عندك ضغط مباريات يبقى ما تعملش تمارين فيها إجهاد بقى. ما هو مين اللي ماسك مسؤول اللياقة البدنية؟ انا ما اعرفش، مش متابع يعني. ما في جزء على اللاعب التزام. طبعا ما هو دي بقى على المدرب. بص زمان كان بيحصل ايه؟ كان النادي بيكلم اللعيبه ويأمن عليهم في بيوتهم. كان النادي بيكلم اللعيبه ويأمن عليهم في البيت. النهارده بقت الموضه ان اللعيب ينام الساعه 2 و3، يقول لك ما بتفرقش معاك، واقعد يلعب بلاي ستيشن. يعني ممكن يبقى قاعد في بيته بس سهران، ما يعرفش ان النوم ده من اهم ما يمكن. انا عمري في حياتي ما كنت بشوف فيلم السهره ده. انا من الساعه 10 11 نوم. ده هو ده الطبيعي لاي لعيب كوره، لازم اخد 12 ساعه. يعني انا كنت بنام 11 بالليل، اصحى 11 الصبح او 12 كمان، فوق ال 13. ليه؟ عشان عندي مجهود عايز ابذله. بعد ما تبطل كوره بقى باسهر، بعد ما تبطل اعمل اللي انت عايزه. اسهر، اعمل بقى اذا كنت مثلا غاوي بتحب تشرب ينسون، روح اشرب ينسون. انت واخد بالك من قدامك دي؟ اشرب البتاع اللي قدامك ده كده، خد بق ينسون. انت واخد بالك؟ انا ما عمري في حياتي ما شفت لعيبه، احنا بنقلد اوروبا في الوحش.